الله تعالى وبركاته حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رجا كيتشن. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم كيكة بمقادير جد بسيطة ومتوفرة في كل دار. ببيضة واحدة غادي نديرو كيكة كتجي هشيشة بزاف، كتجي معلكة، كتستحق التجربة صراحة. تابعوا الفيديو حتى الاخير، غنخليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت. ناخذ الخلاط الكهربائي، نضيف فيه بيضه واحده، نضيف عليه كاس ديال الحليب، نفس الكاس غادي نعبروا به جميع المكونات. كيكة كتجي سهلة جدا. غنضيفو كاس لاروب ديال الزيت، من بعد غادي نضيفو كاس ديال سكر حبيبات. السكر كيبقى على حسب الذوق، يمكنكم تنقصوا من السكر. غادي نضيفوا واحد قبصة ديال الملح، من بعد غادي نخلطوا جميع العناصر في الخلاط الكهربائي. من بعد غادي نوقفوا التخلاط وغادي نضيفوا واحد الملعقه ديال الخل، وغادي نضيفو الفاني او اي نكهة كتفضلو. من بعد غادي نضيفو 4 ملاعق كبيرة ديال الكاكاو او شوكولاتة غبرة، وغادي نطحن الكل جيدا. من بعد غادي نصب هذاك الخليط في اناء اللي غادي نضيفو فيه الدقيق الابيض شيئا فشيئا. اول خليط ديالنا بعد ما طحناه مزيان، هنا غادي نبداو نضيفو في الدقيق الابيض. الكمية كتبقى على حسب الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. وغادي نحتاجو 2 ملاعق صغار ديال خميرة الحلويات، اي ما يعادل 2 خمارات ديال الحلوى. ونحركو مزيان الخليط تينتج منين الدقيق، نخلطو غير بالخلاط اليدوي. من بعد حنا كنشوفو الخليط، الا باقي خاصنا الدقيق كنزيدو.
هنا انا غنضيف جوج الملاعق كبار تقريبا، غيهز لكم نفس الكاس اللي عبرتو بيه. انا خديت الليمون ديال المربع دهنته بالزبده والكاكاو ونصب فيه هذا الخليط وندخلها الفران على درجه الحراره 350 فرنهايت اي 180 درجه. بعد ما خرجتها كنتاكد هنا كناخذوا كنوجدوا الكريمه ديالنا البودينغ. كنحتاجوا 4 معالق كبار ديال الكاكاو. هنا غربلت الكاكاو ديالي باش ينسجم ليا مزيان مع العناصر الاخرى. غنضيف عليهم 4 المعالق ديال النشا اي المايزينا. وغادي نضيف عليهم 4 المعالق ديال سكر حبيبات هنا. انا كنسجل لكم في الفيديو وشتا تبارك الله مزقتش. صافي هنايا غادي نخلط العناصر بالطراب اليدوي، من بعد نضيف عليهم الحليب نضيف 2 كيسان كبار ديال الحليب حاجة مهمة هي أنني خاصني نخلط النشا في الحليب يكون بارد قبل ما نشعل عليه من النار. صافي هنايا كنبقى نحرك فوق النار حتى يعقد لي الخليط مزيان. من بعد ملي كنحسو بالخليط ديالنا عقد كنقص العافيه مزيان وكنضيفوا ملعقة كبيرة ديال الزبدة وكنحركو وكنضيفوا الشوكولاط ديالنا واحد الكمية قليلة ديال الشوكولاط اي نوع كتفضلوا. انا متوفر عندي هذا. نخلطو مزيان لون هذيك الزبدة كتعطينا واحد البغيون الكريمة ديالنا. ما تعكزوش تجربوا هاد الوصفة صراحة كتجي بنينة وكتجي معلكة ومقاديرها بسيطة يعني كاينة في كل دار. الكيكه ديالنا بعد ما بردات مزيان كنأكد على القضيه خاصها تبرد مزيان وكناخدوها كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه بزاف.
ناخدو واحد السكين يكون ماضي ونقطعوها على جوج. يمكن لكم تكتفوا بالكريمة غير من الفوق، انا درتها الوسط والفوق. صافي، هنا نوزع الكريمة ديالنا في الوسط. منساو حتى شي بلاصة. بعد ما وزعنا الخليط كنضيفو النصف المتبقي ديال الكيك، نضغط عليه مزيان. ونضيف ما تبقى من الكريمة الفوق، نسرحوها مزيان على الكيك. ونزوقوها باش ما بغينا، ونخليوها حتى تبرد مزيان، تشد في راسها هذيك الكريمة. من بعد نقطعوها كيف ما غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل الفائده. هنا بعد ما بردات لينا الكيك ديالنا كنقطعوها، الحجم اللي بغيتو. هنا انا كنت غنقطع احجام صغيره، ساعه في الاخير قررت ان نقطعها قطع كبيره. هنا انا زوقتها بالكوك، كلكم تزوقوها باي حاجه متوفرة عندكم في الدار. ما تنسوش اللي عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم الكيك. صراحة كيك يومي كيجي رائع، يستحق التجربة. وبالصحة والراحة، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.